ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستقبل وزير الخارجية سامح شكري ستيفن سيغارتي وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء جلسة مباحثات مشتركة يليها مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين. النهاردة ينطلق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل اللي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، وده في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030 اللي بتهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر يونايتد مع ويست هام الساعة 4 العصر. في نفس التوقيت هيلتقي كل من تشيلسي مع وولفرهامبتون وبرنموث مع نوتنغهام فورست. وفي 6:30 مساء هيلتقي ليفربول مع أرسنال.